انا بشكرك جدا، ربنا يخليك يا ان شاء دكتورة، الله نتقابل متشكر في جدا، حلقة قريب، ربنا يخليك. وانا هضيف اللي بيخلينا نعدي الازمة وكسرة القلب حاجتين كمان جنب اللي قالهم لنا استاذ ايهاب. اول واحدة الايمان بالله، ان تحت كل شر خير، ان ده قضاء وقدر وربنا امتحنا. الحاجة التانية المسؤولية، لازم يبقى وراكي حاجة مضطرة تعمليها عشان تنسي وتتحركي. لازم لو وراكي أولاد، لو وراكي بيت، لو وراكي شغل، اخلقي لنفسك مسؤولية عشان خاطر ما تبقاش حياتك ان هو أخد اللي فات وبياخد كمان الجاي.